تتكشف كم تسرقون القانون حتى الوادم ينتخبون كم تسرقون القانون حتى الوادم ينتخبون يلعنكم ما له أعلام ما عندكم موقف الله أكبر يا نواب المتغطين دنيا نتكشف اقسام الديوانيه كل اللي طلبوا ويانا اللي نطالب به هو حق رايدين وطن احنا لا طلعنا احنا كل احنا ندري وكل الطلبه تدري كلها عايده 95 و85 وكل الطلبه وكل الموجودين طلاب سادس وكلهم ما لهم مستقبل احنا ندري مستقبل ما لنا واحنا مستمرين باعتصامنا ومن خلال الساحه هنا نعلن اعتصامنا وتسديد الاضراب الى حين تحقيق مطالبنا المشروعه. احنا بسبب استمرارنا تعرضنا لمشاكل من ناحيه واحده، ضغوطات من قبل الكادر التدريسي بس. انا ما جاي اسولف عن الكادر التدريسي مالتي، بس اكو طالبات جاي تنضرب، اكو مدارس جاي، اكو شرطه واكو ضباط جاي يقولوا لهم يابا داومن يابا هيك سوى يابا. احنا نريد الطالب يداوم يعني برايه هو ويعتصم برايه هو، احنا ما نريد واحد يجبر الطلاب على هيك شيء. مساله وطن. احنا تحملنا البرد والولد هنا موجودين للوحدة ونص بالليل باقين للخيمة وللثنتين ويباتون مسألة شنو مسألة وطن احنا لا غرنا حزب لا غرنا شيء لا غرنا فلوس لا غرنا دوام لا غرتنا سنة لا غرنا اي شيء احنا طلعنا من ذاتنا لا طلعتنا تغريدة ولا طلعنا فتوى احنا من ذاتنا طلعنا واحنا اللي ننسحب وما نحق اي شخص بالساحة او اي شخص خارج الساحة يتكلم باسم المسير احنا اللي قررنا الاعتصام واحنا اللي ننفي ونرجع نداوم من نرجع الوطن مالتنا عادي خليه يمتحنون خليه يداوم احنا ما نمتحن احنا التربيه مغلقه المدارس البقيه مغلقه هم ويانا جاي يساعدونا احنا من طلعنا لحد الان كل شيء ما حصلنا لا تقول لي صار لك 4 اشهر اي صار لك سنه احنا ما حصلنا شيء يعني نستمر بطريقنا ما حصلت انا كل شيء لحد الان ما حصلت لازم استمر بالطريق مالتي الى ان احصل لي فد شيء انه اثبت أعطى حق للشهيد الطاح أخوي وصاحبي وجيراني الشهيد الطاح على شنو؟ يريد حق من طلع يريد حق
ولحد الان الحق مالته ما تحقق، انا ليش ارجع؟ انا بطران ارجع؟ انا اريد الحق الشهيد اللي دافع من اجلي ومن اجل ذولا الطلاب كلهم، وذولا عدد قليل، نطلع الساعه بالسبعة الصبح عدد يوصل بها ملايين والاف الطلاب، وهم من ذاتهم لا محرضين طالب لا قايلين طالب شيء، هم من ذاتهم جاي يطلعون، ويعني كل الشكر والتقدير لهم. او من الجيش او من الامن الوطني، اذا عدى قدره وعدى استطاعه يفضل ضربنا خليج او الاستخبارات. احنا لحد الان الحدث قبل شويه 37 واحد من الطلاب الاعداديات ماخذيهم الشرطه، ليش؟ شغله بسيطه يعبرون عن حقوق، لان ما يريد يداوم. طب ابوهم مشكله، وهي المشكله تحسب لساحه الديوانيه، ساحه الاغتصاب. اتمنى مسعود تسمعني توصل هاي الكلمه للولد. ساحه الاعتصام طببت الطلاب المشكله. شنو هي المشكله؟ المشكله انه اضراب مستمر، صبحنا الساحه ما عليها بالاضراب، الطلاب طبت للمدارس، اكثر واحد يعني الطوجزة، انا واحد من الناس اخوي الطوجزة كامل يقول امتحان عليك هذا. الطلاب بعدها تريد تعبر عن حقوقها وعن حرياتها، تريد باسمي وباسم جميع طلبة متوسطات وإعداديات وجامعات الديوانية كافة، نعلن الاستمرار بالأضراب حتى تحقيق المطالب. احنا من طبينا بهاي الثورة لازم نستمر ونحقق الأهداف، لإذا ما حققنا الأهداف باكر راح يشيلوننا واحد واحد، الأحزاب اللي طلعنا ضدها باكر راح يشيلوننا. فلذلك احنا مستمرين بالأضراب. اكو ناس جاي تحكي بالنيابة عن انه استئناف الدوام وكذا وكذا وكذا، بس احنا كطلاب الإعداديات لا، والمتوسطات والجامعات ننفي كل هاي الاخبار، لان هاي احزاب مموله، والبيجات اللي جات تنشر لهم هم مموله، وذولا ما يمثلوننا ابد ما يمثلوننا. احنا نشيل لافته واحده، عندما نحمل الفاسدين ونرميهم في قمامه التاريخ سنحمل حقائبنا ونذهب الى الدوام. نقطه رصد اسلوب المماطله، حتى يقول لك هذا بريد ومطار باكر يملون ويرجع، بس احنا كل ما يعاندون ويانا، احنا شعب عراقي عنيد عنيد، يعني شي يعاندون نبقى نعاند. خلي احنا تروح السنه، احنا راحت دماء شهداء وراح 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 وطينا، يعني وذا يعني شنو راحت السنه؟ اكو هاي اللي جاي تستشهد عمره 30 سنه من اهلها تبوا علي، من اشوف مقطع لهم شهيد، من تقول للطبيب تقول له خال ما بيها مجال يعيش، من يقوم الابو يطي جيجاره لابنه يقول له بابا دخن بعد ما له علاقه بيك، هو مستشهد بالقبر. هذه ما ممكن انه نسى دماء شهداء، ولو لو انه قدرت الاحزاب ترجع الدوام، نبقى احنا الطلاب غير لو يبقى واحد وحدي، والله نصب خيبة من باب المدرسة واكتب عليها المعتصم الوحيد وما داوم. انا ما طلعنا بامر من السيد مقتدى ولا امر من فلان ولا، خرجنا يقودنا شخص واحد هو الوعي، لا مرجعية ولا فلان، خرجنا من ارادتنا، السحب سيد مقتدى نطب احنا الشعب اقوى، احنا اراد الشعب الامر امر شعب، شو له علاقة بالسيد؟ السيد يجوز يريد عنده مشكلة ويا امريكا، احنا عندنا مشكلة ويا الفاسدين، احنا حنطلع فاسدين بالعراق والدور نطلع امريكا، اذا هو يتعاون ويانا في اخراج الفاسدين من العراق سنتعاون معه في اخراج امريكا من العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الان المسيره الطلابيه لطلاب جامعه القادسيه مستمره، التي تنطلق كل يوم من امام بوابه جامعه القادسيه الى ساحه الشهداء ساحه صافي محافظه الديوانيه، والاضراب عن الدوام مستمر. وطلبه جامعه القادسيه مستمرون عن اضرابهم عن الدوام لحين تحقيق المطالب المشروعه التي يطالب بها الشعب العراقي في جميع ساحات الاحتجاج في كل محافظات العراق. مع الاسف يعني المماطله والتسويف لمطالب المشروعه مستمر، وكأنما لا يوجد أي محتجين في ساحات الاعتصام. والله خطوتنا القادمة كتصعيدية تصعيد سلمي
يرجع قطع الشوارع، الشوارع الداخلية والخارجية والمداخل الرئيسية للمدينة والطريق الدولي طريق سريع، وأغلاق جميع الدوار، دوار حكومية وتنظم إليها المدارس الحكومية والأهلية. احنا طالعين كطلبة خروجنا خروج عفوي، فاللي يجي ويانا اهلا وسهلا بيه، اللي انضم على ثورتنا وانتفاضتنا، واللي ينسحب ما راح يشكل اي نقص بالعدد وما يشكل اي فوضى، وجاي يشوف الخيام زادت وما كثرت، والمعتصمين والمحتجين كثروا وما قلوا ومستمرين ان شاء الله. احنا بساحة اعتصام الديوانية نؤكد على استمرار مظاهرات، استمرار اعتصامنا واستمرار الاهالي والطلاب، خاصة الطلاب، استمرار اضرابهم ودخولهم يوميا لساحة اعتصام الديوانية بحشود كبيرة. اليوم اصبحت الطلاب تنسيقية، للجامعات تنسيقية، وطلاب الاعداديات المتوسطة تنسيقية، فهذه التنسيقية تعمل على تنظيم مسيرات طلابية حاشدة لتدخل الى ساحة اعتصام الديوانية. اليوم اصبحت هناك تجاوز على بعض من الطلاب من قبل شرطة الديوانية، وهذا نستنكر هذا التجاوز ونؤكد من خلال الاعتصام، من خلال ساعة اعتصام الديوانية، ان هذه التصرفات من قبل مدراء المدارس من قبل شرطة الديوانية مرفوضة تماما، ويجب علينا ان نقف حد لهذه التجاوزات. الطالب اليوم هو مخير ما بين الاضراب او الاستمرار بالدوام، هو المخير وهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في ذلك. إن شاء من خلال ساعة اعتصام الديوانية نؤكد على استمرار أضراب طلاب المتوسطات والإعداديات والجامعات واستمرار اعتصامنا لحين تحقيق المطالب. استجابة الحكومة يعني نقدر نقول 0%، لا يوجد أي استجابة من قبل الحكومة، وخاصة مجلس البرلمان اللي ماخذ شهر عسل ونايم وما نعرف وين حتى مكانهم. فهنا أنا نؤكد أنه إحنا راح نستمر لحين تحقيق المطالب، وكنا عزيمة وكنا أصرار على استمرارنا وماكو تراجع. طبعا المسؤول الأول والأخير عن كل قطرة دم تسيل في مظاهرات من 1 أكتوبر لليوم هو القوات الأمنية، وعلى رأسها رئيس الوزراء، لأن هم المسؤولين عن حماية المتظاهرين، وهم المسؤولين الأول والأخير على حماية الشعب العراقي. فأي خلل، أي خرق بالأمن فهو يكون هم المسؤولين عنه. لا بالتأكيد انسحاب التيار الصدري ما أثر ذاك التأثير الكبير، الناس ويانا والجماهير ويانا والطلاب كلها ويانا، وإحنا مستمرين باعتصامنا ومستمرين مظاهراتنا، يجون أهل بيهم ويرحون الله ياهم. إن شاء الله مستمرين بالأضراب ومستمرين بالمسيرة الكبرى اليومية، ولا نترك المسيرة دائمة إلا بعد تحقيق المطالب المشروعة للطلبة وللعالم، أننا مستمرين في الأضراب الدائم، ونلاحظ أن الطلاب دائما يأتون إلى الساحة ومستمرين بالمجيء لها، وترون الحشود سبب مجيئهم إلى هذا المكان هو أنهم فاقدين الوطن، هم يريدون استرجاع وطنهم الذين فاقدينه منذ أكثر من 17 عام، 17 عام مو قليلة، أنهم فاقدين يعني 17 عام ترى عمر شاب كامل. بس شنو المشكلة؟ المشكلة أنه مسألة وطن، أنا وطن ما عندي، يعني أرجع أداوم ألمن، أرجع أداوم باكر مستقبل شنو؟ أهم شيء أنا أفكر للمستقبل، أفكر لبعيد. الحزب شلون يدافع؟ شلون يريد يسوي فد بلبلة؟ يجي يثير الفتنة، زين؟ يثير الفتنة على مود شنو؟ على مود الوضع شوية يتأزم، على مود يقتل الثورة. بس إحنا نحب نقول لهم إنه إحنا ننطر واحنا وما ننطر ثورتنا، إحنا نموت
نموت نضحي 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 بارواحنا وما نضحي بالثورة. ثورة صار لنا تقريبا حوالي أربعة أشهر تعبانين وما نايمين. أكو بعض الطلاب تقريبا لحد هاي اللحظة ما رايحين لأهلهم ما شايفينهم. ليش؟ السبب شنو السبب؟ السبب شنو؟ السبب غير يريدون وطن، غير يريدون مستقبل. كطلاب جامعة القادسية مستمرين بالأضراب والمجيء إلى هنا يومياً، وموقفنا من هاي الثورة أنه إحنا ما راح نرجع أبداً أبداً لحين تحقيق كافة المطالب ومحاسبة جميع الفاسدين والمتسببين في سفك دماء الشعب. اللي كتل المتظاهرين هم جماعة الطرف الثالث اللي قبل فترة طبوا للسفارة الأمريكية، هم نفسهم اللي جاي يكتلون بالعالم وبعض الجهات الحكومية مثل الشرطة وغيرها ومكافحة الشغب واللواء 57 اللي تابع النور المالكي هم اللي يكتلون بالمتظاهرين. وأنا مسؤول عن كلام هذا. كلها كافة الفصائل المسلحة جاي تقتل بالمتظاهرين، بس ماكو ضوء إعلامي، مستحيل. بس أكو ضوء إعلامي من ينحرك تاير لو تصير حالة سلبية، انسحاب التيار الصدري ما يأثر. خلني أقول لك ليش. الحسين انتصر بسبعين واحد هاي خلصنا منها. ثانيا مع الأسف يعني هم ينسحبون. أنا بس عندي سؤال إلهم الإخوان بالتيار الصدري، أنتم جايين على مود مقتدى لو على مود العراق؟ وهذا سؤالي إلكم بس. هاي زين، هو مو عنده 6 وزارات و52 برلماني؟ ليش ومنها وزارة الكهرباء والنفط والتخطيط والصحة؟ وأذني الوزارات كل شيء ما جاي نشوف من تقدمهن. الصحة انقص صحة، والتخطيط ماكو تخطيط، والكهرباء شبه معدومة، والنفط نزل سعره راح يصير حتى 50 دولار، مع العلم كان سعره بال90 دولار. 52 برلماني ما نشوفهم، بس إذا صار الشغلة من قبل الولايات المتحدة أو غيرها. يعني أبد ما جاي نشوفكم، لا استنكرتوا لا قلتوا شيء، لا فد يوم ما حد منكم طلع للشارع واستنكر. يعني ما جاي نشوفكم بس من نصير سفة ويا أمريكا. انتم الله على من خلقكم، على من بس أمريكا. أنا كطلاب جامعة القادسية مستمرين بأضرابنا ومسيرنا يومية وبكل اسم الطلاب الشارك من كل مكانات تجي تتوافد بباب الجامعة ونشارك مسيرنا ساحة الشهداء. وضربنا مستمر تخريدا لدماء الشهداء وما نرجع لحين تحقيق كل المطالب، ومستمرين بعصياننا المدني وكبلية مستمرين كمتظاهرين هنا كمعتصم. خيمة جامعة القادسية موجودة وبقية الجامعات والكليات، وحاليا قاعد شاركنا طلاب الإعداديات والمتوسطات، وضربنا مستمر لحين تحقيق كل المطالب المشروعة واللي هي انطلقت من قبل الشعب. أصرارنا إن شاء الله مصرين على القضية وقضية وطن، وما نتراجع لحين تحقيق المطالب. لحد الآن الحكومة ماكو، ما مستجابة لمطالبنا. التسويف والمماطلة ماكو اسمه، لحد الآن ما شفنا أي شيء من عندهم. مستمرين بعصياننا وبالأضراب وما نداوم لحين تحقق كل المطالب. أكيد الأحزاب جات مدفوعة، ما عدا أي ولاية للعراق تريد تشوه سمعة التظاهر. إن شاء الله بالتغيير نغير هذا الشيء، يرجع الولاء فقط للعراق، لا أمريكا ولا إيران. المجموعة الطبية متكونة من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. احنا اليوم قاعدين بالمظاهرات، بهاي المظاهرات لمساعدة اخواننا المتظاهرين، نطالب برئيس وزراء مستقل وحكومة مدنية. واحنا مستمرين بالاسبوع 14 بالعصيان، وان شاء الله ثابتين على هاي خطواتنا لحين دوام المحافظات بغداد والناصرية، المحافظات اللي عانت مأساة. ونطلب من المحافظ ومدير الشرطة
الحفاظ على أمن المتظاهرات وعدم تكرار ما حدث في الكوت. بعد انسحاب التيار الصدر رأينا ما حدث في الحبوبي، ما حدث في ساحة التحرير. بالروح بالدم نبديك يا حرام، بالروح بالدم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناتكم الموقرة. نطرح سؤال على رئيس الجمهورية، لماذا هذا التسويف يا رئيس الجمهورية وهاي الدماء قاعد تنزف؟ هاي بأي حق يعني، بأي وجه قاعد تنزف يعني هاي الدماء مال الشباب بكوت وبساحة التحرير وبالوثبة وعلى السنك وبذيقار أيضا، حرقوا الخيم وتجاوزوا على المتظاهرين. لا والأخس من هاي يعني تجاوزوا على أحد الناشطات المدنية، يعني أبو الشغب يتجاوز عليها ويضربها، وماكو حرمة للنساء للناشطات للمسعفين. لماذا يا أخي هذا التجاوز على حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الديمقراطية؟ قاعد أطلع أطالب فقط ببطن، رافع لك فقط علم وراية الله أكبر. لماذا تواجهني بالسلاح وبالقنابل الغازية والصوتية وما شابه إلى ذلك ورصاص الحي؟ لماذا؟ يعني اليوم احنا سمعنا يعني احد الاخبار يعني تقول يعني قيادة الشرطة الديوانية احتقلت مجموعة من الشباب يعني الطلاب، يعني لماذا يعني هذا الاحتقال العشوائي؟ يعني طلاب الاعدادية والمتوسطة لماذا تحتقلها قيادة الشرطة الديوانية؟ هل يوجد لديها مذكرة قبض حتى تلقى قبض على المعتصمين او المتظاهرين؟ لماذا يا اخي لماذا هذه القفز على الدستور؟ ليش تقفزون على الدستور يا اخي؟ مو سحقت الدستور؟ دستور الدستور انتم الدستور، مو انتم كتبتوا الدستور وخليتونا حق الاعتصام وحق التظاهر وحق تعبير الرأي؟ يا اخي هاي حرية التعبير عن الرأي، وأين هذا حرية التعبير عنه؟ نستنكر كما نستنكر حكي أحد مجلس النواب يعني رئيس لجنة الأمن والدفاع السابقة، يعني يطلع يقول قاعد يستلمون المحتصمين يومية $100 من السفارة الأمريكية، يعني قاعد يسمينا بالجوكرية. نقول له يا سيد اتقوا الله، اتقوا الله شعبكم، اعدمتونا بسببكم صرنا فقيرة طبقة معدومة. لماذا تتهمنا هذه الاتهامات الباطلة؟ ونوجه كلام للشيخ محمد الدنبوس، نقول لك كون عد حدك وكون مسؤول عد كلامك. يا أخي قاعد تقول لقينا بخيمات الناصرية وخيمات البصرة تقول لقينا عملات صعبة وسعودية وأمريكية، عيب على شيوخ العراق مخلينك أمين عام لهم. احنا ولد العراق، احنا ترى ولد الملحة، ما ناخذ من السفارات الأمريكية والسعودية مثل ما تقول انت. لقينا عندهم صكوك تابعة للسفارات السعودية والأمريكية ويلتقون بأحد السفراء السعوديين. لا يا شيخ محمد، مو احنا، اجوز انت اللي تلتقي بالسعودية وبأمريكا، اجوز انت اللي ذيل، اجوز انت اللي يعني مثل ما تسمي نفسك مرتزق انت يا شيخ محمد. تأكيد يعني زدنا ولا قلينا، من اصل 101 خيمة انسحبن 3 خيمات، بالتأكيد أظن النصبين حوالي 28 خيمة انسحبت 3 خيمات من الديوانية، نصبت ما يقارب 28 خيمة بدال التيار الصدري. احنا ما نريد مظاهراتنا مسيسة، احنا ما نريد كل حزب بياني استاذ العزيز. مثل ما تشوف هذا الجماهير الديوانية، مثل ما قاعد تشوف جماهير الديوانية ما شاء الله ليل ونهار، تعالينا ب 12 بالليل بالوحدة بالليل تقانا نزود ما ننقص. مظاهرات سلمية لتنفيذ مطالب الجماهير العراقية بتشكيل حكومة، تشكيل حكومة والإسراع في الانتخابات لإثبات العراق، تسير العراق على خطى صحيحة بعيدة عن الظلم والفساد. المستشري في الأوساط، في أوساط الحكام الفاسدين، لحد الآن نشعر أن هناك تسويف من قبل الحكومة بمطالب المتظاهرين، وهذا لا يرضي الجماهير الغاضبة التي خرجت لتنال حقوقها المشروعة في العيش الكريم ونبذ الفساد والقضاء على الفاسدين. لحد الآن لم نلحظ محاكمة فاسد واحد من هذه الجمر الفاسدة التي عشعشت مو على موارد العراق. نتمنى لإخواننا المتظاهرين أن يثبتوا لحين تحقيق المطالب بالإسراع بتشكيل حكومة وإخراجنا من هذه الأيام العصيبة التي تمر علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشعب العراقي وأن يبعدنا ويخلصنا من هذه الجمرة الفاسدة التي جثمت على صدورنا.
نحن رابطة قرامي الديوانية مساندة لإخواننا المتظاهرين وترحما إلى أرواح الشهداء الأبرار رحمة الله عليهم. نعم خرجنا من أجل محاربة الفساد والفاسدين ومطالبة بتشريع قانون الانتخابات، تشريع قانون الانتخابات والإسراع بتشكيل الحكومة من أجل استقرار البلد. الحكومة نعم لها يد خفية من أجل تأجيج الأوضاع، وهذا التأخير والمماطلة يؤدي إلى استمرار الإفلات الأمني والأوضاع الغير مستتبة بالبلد. احنا نظل بالتصعيد مستمرين، ومظاهراتنا نظل واعتصامنا مستمر إلى أن يحققون المطالب بأكملها وعودة الحياة الطبيعية إلى البلد. احنا ما متعلقين بأي جهة، مصرين على موقفنا ومبدأنا، وإن شاء الله احنا مستمر المظاهرات إلى أن يجي آخر متظاهر عراقي يقول احنا اللي نريده صار. يعني احنا كطلاب جامعة مستمرين بالاضراب والتواجد واسناد الساحة، وكل يوم من انطلاق المسيرة ومتواجدين من باب الجامعة الى فلكة الساعة ميليشيات الاحزاب الفاسدة، وان شاء الله ندوسهم وان شاء الله يسقطون كلهم وان شاء الله ننتصر والثورة ان شاء الله منتصر. والنعم منكم والله ما يقدرون، والله صادقين منتصرين.
بنت مربع من ايران وربع ايران ان شاء الله ان شاء الله من التصريح من التصريح ان شاء الله والنعم منكم بعد قلبي الله اكبر يا رب ارحمنا يا رب ارحم شبابنا بعد روحي يحرسكم ويحفظكم وينصركم وان شاء الله النصر قريب يا رب يا رب ان شاء الله بعد قلبي الله يحرسكم الله يحفظكم واحنا وياكم وما نترككم والله وياكم وسندعي لكم وحتى الموت لو الموت قدامكم احنا في دولكم احنا في دول احنا نريد الحياه عندكم احنا نريد البلد اللي في الحر والديمقراطية وان شاء الله يا ربي النصر قريب ان شاء الله نحقق اماليكم واحلامكم ان شاء الله بس صبر شويه والله بالتصريح بجهودكم ووعيكم هذا وعيت وعرفتوهم وبعد ما تعبر عليكم كل سوالفهم وكل كيداتهم كل خططهم اللي يخططون 16 سنة يخططون ضدي بس إن شاء الله من التصريح وعرفنا كل شيء عرفنا كل خططهم الويانا ياكل ويشرب هو ضدي هو ذيل الإيران ياكل ويشرب هو ذيل الإيران إحنا ما نريد كشف هسه حقيقته كشف كل شيء هسه كل شيء كشف إن شاء الله بعد ما تعبر علينا كل شيء ما تعبر علينا كل خططهم ان شاء الله يا رب عرفناه بعد ما تعبر علينا منتصرين واعين هاي الشباب والله بعد ما تقوم عليهم قائمه ان شاء الله الله ان شاء الله نهايتهم هاي وصلت نهايتهم والله وصلت نهايتهم هاي وصلت نهايتهم هاي سووها ربك وهاي الله سبحانه وتعالى فزعه رب العالمين لهاي الشباب يلا بعد بصوت عالي خلي يوصل لكل الموجودين ها